حرف الألف باللغة العربية هو أول الحروف وينطق آ آ. مثلاً أبو سامي. أبوي إيه بعد عمك. أبو سامي بحرف ألف كلمة أبو وسامي أيضاً هم بيها حرف ألف أبو سامي. تفضلي بعد عمك خير. زاد فضلك دا أضرب مثل باسمك عيوني. أنت صحتي باسمي اشتردين. أبو سامي مضرب للأمثال يعني شنو؟ أبو بيها حرف ألف. هس أنا أكون اسمي بألف؟ طبعاً. وسامي أيضاً اسمه بحرف ألف. يعني بألفين؟ طبعاً. نعم الله يا مخوش يعني صار عند ألفين ألف صمون وألف أجيب بي بيها. ستي رحب مالديك العداني اسمي كم ألف بيه؟ أبو بيها ألف. زين جمعة ما بيها ألف. بس ألف واحد. ألف واحد نعم. بس ألف واحد. شلون؟ بس ألف واحدة؟ نعم. اليوم أبو أصمطه ما يبقى لحظة بالبيت. يا به وش ما بيها ألف. عمي أبو جمعة ما فايدة. ابنك شس سيد 40 سنة أكب واركض وخلي بحقه وتالي تاني يطلع ما بيها ألف. حلو ما يبقى لحظة. حلو أنا على أبو لا أسمع صوت. ما لا تخلوني علي صوتي عليكم أنتوا كبار. لا لا بعد عمك أفا عليك عيش بيها علي. طبعا طبعا أبو سامي تحسب عليك عندك 2000 وعبالك شغل العمالة هي بس قعدتني عليك كافي راح أطلع وبعد ما أجيكم راح أطلع.